للهاتف الأستاذ محمد يوسف مدير إدارة الموهوبين بمديرية التعليم بالفيوم. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك انت أستاذ محمد، الله يخليك. حضرتك أنا عاوز حضرتك يتسع صدرك معايا. أنا مع حضرتك، اتفضل. علشان ألقي الضوء بشكل واضح جدا علشان كل المشاهدين يعرفوا ازاي تمت المسابقة. يلا فهمنا بقى حضرتك، احنا معاك اهو. المسابقة حضرتك زي أي مسابقة بتتم في أي محافظة، بيعلن عن لجنة القيادات، ليها قانون بيحكمها اسمه قانون 155. قانون 155 محدد مواعيد طرح المسابقة، محدد ميعاد خروج المسابقة، تسكين اللي هم فازوا في المسابقة. ايوه. هذا الكلام انتهك تماما، احنا في دولة القانون ولا نطالب الا بالقانون. يعني احنا بنقول القانون تم انتهاكه ازاي يا استاذ محمد؟ حضرتك المادة 10 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 بتحدد تشكيل اللجنة وبتحدد ميعاد المسابقة. بتقول ميعاد المسابقة بيتم شهر يوليو على انها تخرج ويتسكن اللي هم القيادات دي اقصى حاجة في موعد 10/9. ليه؟ عشان ما اربكش العام الدراسي واقلب حال المدارس واعمل خلل في المؤسسة التعليمية. تمام؟ ده القانون بيقول كده، لابد ان يحترم. طب هو ازاي القانون بيقول كده وهم عملوا عكس كده؟ عملوا عكس كده، اخرجوها 14/11 معاليكي، عمل ما الناس ما اتسكنت، خدت وقت، لحد النهارده بيتم تسكين مديرين المدارس. مدير المدارس النهارده فاضل على الامتحان نصف الدراسه الاول اسبوع، وسريه الامتحان ده المديرين اللي ماشيين استلموا الامتحانات من الساده الموجهين الوضعين للامتحانات. سريه الامتحانات مين المسؤول عنها؟ طب انتوا قدمتوا تظلمات لمين؟ قدمنا لكل الجهات يا فندم. محدش رد عليكم؟ محدش بيرد. تمام؟ حقيقي 60% من الاخوان تم التعيين، حضرتك فيها دخلوا المسابقة؟ فيها ما انا ما بقولش 50 بقول 60، انما فيها نسبة كبيرة. ليه؟ لأن احنا انا كنت مدير إدارة قبل كده غرب ويد. تمام؟ وكان بيبعتوا لي أسماء الناس دي استبعدها من الامتحانات. وفجأة النهاردة إن هي جاية قيادات. ينفع يعني هو شيء غريب الحقيقة، يعني أنا بس مش عارفة إزاي يعني حضرتك يعني احنا لازم كان حد منهم يرد علينا. استبعدوهم من الامتحانات. حاضر يا فندم. تمام؟ وفاجئ ان هم جايين قيادات، لا يجوز طبعا. حضرتك احنا في دولة القانون ولا اعلاء الى القانون، وما بنطالبش الا بالقانون. طبعا. وبعدين في منهم محكوم عليهم تقريبا؟ في منهم طبعا عليها احكام واضحة حضرتك، ما انت اعلنتيها على الشاشة واضحة للجميع. وموجودة ومعروفة ومعلنة وكل يعلمها، مفيش جديد فيها. حضرتك النهارده لما المادة في القانون 155 تقول استعين بثلاث خبراء. تمام؟ بتشكيل اللجنة أنا استعين بثلاث. طيب أنا بشكر حضرتك، أنا فهمت كل حاجة خلاص من حضرتك أستاذ محمد يوسف.